مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات بالعربي الفصيح. هذا البرنامج على كنار تي في صوت العرب من كندا دائما يتكلم عن المواضيع التي تهم المواطن العربي في كندا بشكل خاص وفي المغترب بشكل عام. الموضوع اللي سنتكلم عنه هو يهم كل شخص على هذه الكرة الأرضية، وهو ما يدور الآن في السوشيال ميديا والميديا بشكل عام والأخبار في كل مكان، وهو متحور أوميكرون الذي حصل قبل أقل من شهر. سنتحدث عنه، سنجيب عن بعض الأسئلة، وصلني الكثير من الأسئلة عن هذا المتحور وعن علاقته بالمتحورات السابقة، وهل هو أصعب والأقل، ما هي الأعراض واللقاحات، هل هي مضرة، هل هي نافعة. كل هذه الأجوبة، أو إذا استطعت إن شاء الله أن أجيب عليها، سأقوم بذلك لأنها فعلا مهمة وتشغل بال الكثير من أبناء الجالية. خلينا نتكلم أول شيء عن هذا المتحور، متحور أوميكرون. ما هو متحور أوميكرون؟ أعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 من نوفمبر العام 2021 عن وجود طفرات وراثية على الفيروس كورونا، وسميت B11529 إلى أن يجدوا لها اسما. طبعا أول ما رصدت هذا المتحور، رصد في جنوب دولة جنوب أفريقيا، وأطلق عليها لاحقا اسم أوميكرون. لماذا لم يطلق عليها اسم آخر؟ سأتحدث عن هذا الموضوع. الأحرف الجريك أو الأحرف الإغريقية هي عادة ما كانت تسمى به هذه الطفرات، ألفا بيتا جاما، وسمعنا عن دلتا اللي ودلتا بلس وإبلسون وغيرها من الأسماء. كان من المتوقع أن يسمى بنو أو نيو، لكن لأنه خافوا أنه يختلط كلمة نيو أو جديد، فقرروا أنه ينتقلوا إلى الحرف الذي بعده. الحرف الذي بعده بالأحرف اللاتينية هو أو الجريكية هو شي إكس آي، وهذا طبعا هو نفس العائلة أو السيرنيم تبع رئيس الصين، فخافوا أن يختلط الموضوع سياسيا وقرروا أن ينتقلوا إلى الحرف الآخر وهو الأو باللغة اللاتينية أو الأوميكرون كما يلفظ باللغة الإغريقية. إن شاء الله نوصل إلى الحرف الأخير اللي هو أوميغا وننتهي من كل هذا الموضوع قريبا جدا، لكن هذه التسميات لن تزيد ولن تنقص من هذا المتحور، هو فقط تسمية كما يقال. وهو طبعا المعلومات التي تتحدث عنها الأخبار الآن هو الاستجابة المناعية للأشخاص الذين تم تطعيمهم في السابق أو أصيبوا بمتحورات أخرى. الآن السؤال الثاني، متى تم اكتشاف هذا الفيروس لأول مرة؟ كما قلت أنه تم اكتشافه الساعة الثانية ظهرا في أفريقيا وفي دولة جنوب أفريقيا في 23 من نوفمبر لعام 2021. وجدوا في بعض العينات وجود طفرات كثيرة على الفيروس، ومن هنا أعلنوا أو بلغوا منظمة الصحة العالمية. تم إجراء اختبارات لأشخاص تم اختبارهم سابقا من 14 إلى 16 نوفمبر، وجدوا حسب ما يقال وجود طفرات كبيرة في الفيروس، وبالتالي أصبح الفيروس متحورات وليس طفرات، لأن الطفرة تختلف عن المتحور. وجدوا أن هذه المتحورات هذه طبعا أدت إلى دق ناقوس الخطر وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بذلك. اللي وجدوا أكثر من 30 متحور على السبايك بروتين، حنتكلم عنه لاحقا ما هو السبايك بروتين، ووجدوا 50 متحور بشكل عام في هذا الفيروس. الثالث، لماذا يثير المتحور الجديد قلق الكثير من العلماء؟ طبعا العلماء ينظروا إلى الموضوع بنظرة علمية وليس نظرة شخصية أو نظرة فلسفية أو نظرة بزنس، ينظر له نظرة ساينس. التغير اللي حاصل في السبايك بروتين اللي قلنا عنه سابقا، في حوالي 30 طفرة على السبايك بروتين، حنشرح شو هو بروتين السبايك، اللي هو عبارة عن
النتوءات اللي موجودة على الفيروس. شفتوا الفيروس شكله كلكم، يعني لحظات لاحظتوا في عليه نتوءات، هاي النتوءات اللي بتلتصق في الخلية، وبالتالي جهاز المناعة إذا وجدها عرفها فبمنع التصاقها في الخلية، بقتلها بدمرها. فبالتالي وجود نتوءات أو تغير في هذه النتوءات الجهاز المناعة ما حيعرفها. بالتالي هذا هو الخوف، إنه الإنسان اللي أصيب سابقاً أو الإنسان المطعم لن يستطيع إنه يعرف جسمه إنه هذا هو نفس الفيروس، وبالتالي قد يصيبه مرة أخرى. هذه هي المشكلة التي حصلت. طبعاً في بعض العلماء قال إنه في 32 متحور أو طفرة على السبايك بروتين، في بعضهم قالوا 30 حسب الأبحاث اللي موجودة لحد الآن. طبعا وجود هذا العدد من الطفرات في علم الفيروسات وعلم المناعة شيء يعتبر كبير بالنسبة للفيروس. كل الفيروسات تتحور وتتغير ويصبح فيها تغييرات، لكن هذا التغير يعتبر من التغيرات الغير، مش نحكي غير طبيعية، ولكنها شيء كبير جدا. السؤال الرابع، ماذا يعني وجود تغيرات؟ زي ما حكيت في علم الفيروسات وعلم الطفرات وعلم الوراثة وعلم المناعة، هذا قد يؤدي إلى عدم استجابة جهاز المناعة أو تهرب لجهاز المناعة من محاربة الفيروس، وبالتالي قد يكون متحور أوميكرون أكثر قدرة على الانتشار وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة سابقة، سواء بالتطعيم أو بالمرض. لاحظوا أنا حكيت كلمة قد يكون، وهذه الكلمة اللي أنا بدي أركز عليها دائما وركزت عليها في فيديوهات عملتها سابقا، إنه لحد الآن لا يوجد أي معلومات سوليد زي ما بيحكوا قوية تقول لنا الموضوع. الموضوع جديد يا جماعة، العلم في بشكل عام في هذه الشغلات الأشياء الجديدة يجب أن يكون مبني على دراسات. للأسف كثير من الأشخاص يكون مستعجل في إظهار قدرته على السوشيال ميديا، وبينزل يتكلم في مواضيع لم يجد لها العلم لحد الآن لا إثبات ولا رفض. فمعظم العلماء واضحين في الموضوع، دائما بيقولوا it's possible, it could be, ممكن، من المتوقع. كل هذه الأشياء توقعات أو احتمالات، عشان هيك لازم نكون دائما حريصين نسمع الجملة كاملة وليس مجزأة للأسف. فقد يكون لحد الآن المعلوم لدينا أنه نسبة الإصابة في الدلتا كانت 1.3، يعني شخص بعدي شخص، كل 10 أشخاص بعده 13 شخص، هيك يمكن الأصح. لكن في الأوميكرون من المتوقع أنه كل شخص يعدي 4، فهذا التوقع اللي موجود أنه يكون هناك سرعة في الانتشار، ومن المتوقع أنه الأشخاص اللي عندهم مناعة سابقة لوجود حكينا الطفرات على السبايك بروتين، من المتوقع أنه قد يكونوا عرضة للإصابة مرة ثانية حتى لو كانت عندهم اللقاحات. حنتكلم عن هذا الموضوع أكثر. الشيء الجيد، خلينا ننظر للكأس أو نصف الكأس المليء، أنه التغير اللي صار بين ألفا ودلتا كان تغير كبير، وبالتالي المناعة القطيع اللي صارت أو الكراود إميونيتي أو الهيرد إميونيتي كانت 50% في ألفا، في لما صارت في دلتا وصلت أكثر من 66 إلى 80%، من 66 إلى 80%. هذا رفع مناعة القطيع لأنه الناس صار عندها مرض، فبالتالي رفعت مناعة القطيع. الآن من المتوقع أنه في الأوميكرون يوصل إلى 90%، وبالتالي هيصير أكثر ناس أصيبوا، ولكن أيضا هيكون في هناك مناعة أكثر من الأشخاص لهذه المتحورات. هذا طبعا يعني أفضل شيء أنه نصل 100، ولكن متوقع بأوميكرون أنه نصل إلى 90%. الآن السؤال اللي بعده، السؤال الخامس، ماذا لو تهرب المتحور الجديد كليا من المناعة، ماذا سيحصل؟ طبعا هذا أكثر مصدر للقلق للعلماء، أنه لحد الآن ما في أي دراسات تثبت 100% ماذا سيحصل
في هذا الفيروس، هل سيستطيع جهاز المناعة حمايتنا 10% 20% 30%؟ هل جهاز المناعة الطبيعي سيساعدنا على 10% أو 20%؟ هل جهاز المناعة بعد الإصابة سيساعدنا على أكثر أو أقل؟ هل جهاز المناعة بعد التطعيم أو fully vaccinated اللي هو طعمين حيساعدنا أكثر؟ هنتكلم عن التطعيم الثالث والرابع والخامس وما سيحدث. للأسف في بعض السياسيين برضو بيستعجلوا في القرارات. من هذه القرارات خلينا أكون واضح معكم، في كندا مثلا ويمكن في كتير دول من العالم، أول ما طلع الكوفيد طلعت الحكومات ومنها حكومة كندا وقالت إنه الماسك مش ضروري نهائيا، ومنها أمريكا يمكن كمان مش ضروري نهائيا، فيش داعي تلبس الماسك. طبعا للأسف هذا خطأ علمي، هو سياسي اللي تكلم، أو حتى لو كنه طبيب ما مفروض تكلم، قال لازم مفروض قال إنه لا يوجد أي دراسات لحد الآن تثبت فعالية الماسك من عدمها، فبالتالي نحن الآن ننتظر هذه الدراسات لإعطائكم آخر المعلومات. أما تقول للناس في البداية إنه الماسك لا ينفع، ثم بعد شهرين ثلاثة تيجي تقول لهم لا لازم تلبس الماسك، مش لازم تطلع بدون ماسك، هون وضع الناس في ربكة. للأسف هذا الموضوع كان غير علمي، وأنا كتبت رسالة شخصيا لوزيرة الصحة الكندية ألومها على ما قالته، على ما قالته السيدة تام في هذا الموضوع، ولكن لم نجد أي رد منهم. طبعا السؤال السادس، ماذا عن العلاجات؟ طبعا يفترض أنه إذا أصيب الشخص أنه يصير عنده السام مضادة، مفترض أنه إذا طعم وخاصة إذا حصل على الجرعتين من اللقاح اللي هو كان يعتبر fully vaccinated أنه يكون عنده الموضوع ما في أي مشاكل. ولكن للأسف كثير من الأمراض والمتحورات اللي عم بتصير في هذا الفيروس قد تهرب من جهاز المناعة. برجع بركز على قد، لأنه هذه التغيرات قد تهاجم أنزيمات معينة في الجسم، بروتينات معينة، وبالتالي يتغير الرياكشن أو التفاعل تبع الجسم مع هذا المتحور. سؤال مهم جدا، أو السؤال السابع، متى سنعرف مدى سوء هذا المتحول؟ الحال كغيره من الفيروسات دائما المعلومات تأتي تدريجيا حسب الدراسات اللي بتظهر. كل ما كبرنا العينة اللي بندرس عليها كل ما زادت معرفتنا بهذا الفيروس. الموضوع قد يستغرق أسابيع إلى أشهر، على الأقل 3-4 أسابيع عشان نجد معلومات كافية عن أوميكرون. في البداية كان في تخوف كبير من أوميكرون والأعراض حنتكلم عنها الآن، ولكن الحمد لله وجدوا أنه هو أضعف كفيروس بتأثيره على الجسم. الموضوع مرة ثانية قد يستغرق عدة أسابيع، وإن شاء الله تظهر هذه الدراسات مدى فعالية اللقاحات والأدوية والاستجابة جهاز المناعة لهذا الفيروس. السؤال الثامن، كيف يمكن مقارنة هذا المتحور مع المتحورات السابقة؟ طبعا كما قلنا أن المتحورات السابقة كانت كل ما زاد المتحور كل ما زادت صعوبته، كان آخرها دلتا اللي تم اكتشافه في أواخر مارس في بريطانيا، ثم جاء الفيروس إلى الهند وأصبح عليه طفرات مختلفة أو دبل موتيشن، مزدوجة الطفرة، وسمي بدلتا بلس، وكان أسرع انتشاراً وأدى إلى مشاكل كبيرة في الهند. وكلنا عرفنا عن النظام الصحي كيف للأسف تقريباً تدمر في الهند خلال تلك الفترة، حتى أنه أماكن الدفن لم يجدوا أماكن دفن، وحتى الحرق فكان عندهم مشاكل كبيرة. وهذا الخوف من هذا الفيروسات، ليس الخوف من الفيروس، هو الخوف من سقوط النظام الصحي. طبعا هذه المتحورات كلها كل ما زادت صعوبتها، ولكن قد يكون زي ما حكينا مناعة القطيع بتزيد، وبالتالي بقل قدرة هذا الفيروس على القتل. فبالتالي نعم بنصابوا، في ناس كثير بنصابوا في الإنفلونزا العادية، ولكن قدرة الإنفلونزا على القتل عم بتقل من سنة إلى أخرى.
الخوف الآن أنه يتفشى هذا الموضوع في العالم ونعود إلى ما قبل الصفر. ما بنحكي عن الصفر لسه، لأنه متوقع كثيرا أنه نرجع لنقطة الصفر. موضوع يعني في أمور كثيرة نشوف كيف سنواجهها بعد وجود معلومات أكثر. الآن السؤال التاسع، كيف تعامل العالم مع أماكن المتحور الجديد؟ كما علمنا أنه كثير من الدول أوقفت الطيران من الدول التي انتشر فيها هذا الوباء، أو 10 دول أو 7 إلى 10 دول أفريقية معظمها ارتفع فيها الوباء، معظمها في جنوب القارة الأفريقية، منها كندا أوقفت السفر من 7 دول أفريقية إلى كندا إلا للمواطنين الكنديين إنهم يعودوا إلى كندا. طبعا من جهتها منظمة الصحة قالت أن القيود السفر مفروض تكون ليست مرتبطة بالمتحور حتى لا يصبح هناك في يعني تغير سياسي، بلاش نحكي إنه هو صحي، لكن ودولة الدول الأفريقية هاي أيضا اعترضت وقالت إنه هذا ليس بالقرار السليم، لكن معظم الدول تعتبر هذا القرار السليم، لأنه ما بدهم يدخلوا هذا المتحور إلى دولهم، أو بدهم يحاولوا أن يبطئوا من دخول هذا المتحور إلى دولهم. للأسف 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 المتحور عم بدخل الآن إلى حوالي دخل الآن إلى حوالي 60 دولة في العالم حتى تاريخه، ومتوقع أنه يوصل لجميع دول العالم، حتى أنه في دول أغلقت حدودها لجميع الطيران، مش بس من الدول هاي مثل اليابان والمغرب، من جميع الدول، ولكن ما زال هناك توقع أنه يدخل هذا المتحور بطريقة أخرى إلى هذه الدول. طبعا الشفافية مهمة جدا في هذا الموضوع، ولكن الموضوع ليس بالسهل، القرارات السياسية قد تؤثر أيضا على هذا الموضوع. طيب لماذا، السؤال العاشر، لماذا يعد اكتشاف متحور أوميكرون في هذا الوقت الأسوأ بالنسبة لكثير من الدول؟ بنعرف أنه كثير من الدول فتحت الحياة وعادت الحياة إلى تقريبا طبيعتها كما نقال، ولكن وكان متوقع أنه الاقتصاد يعود، وعدنا كما رأينا في الازدحام الأماكن التجارية، وخاصة نحن مقتربين على مواسم الأعياد التي تعتبر له شهر نوفمبر ديسمبر، يعتبر في أوروبا وأمريكا يمكن من أكثر الأشهر التي يصبح فيها هناك تسوق لشراء الهدايا والأمور هاي، وهذه طبعا بتقوي الاقتصاد، وهذا مهم جدا لرفع عملية الاقتصاد. لكن للأسف وجود هذا المتحور قد يوقف كثير من الأشخاص من أو قد يوقف عجلة الاقتصاد مرة أخرى، ويعيد ويجبر كثير من الأشخاص إلى أو الحكومات إلى عمل إغلاق جزئي أو إغلاق تام. هل سيحدث إغلاق؟ هذا شيء راجع إلى كثير من الحكومات، كل حكومة ستقوم بقرار خاص بها. كما عرفنا أن النمسا قررت، أتوقع أن النمسا قررت إغلاق، الدنمارك عم بتحاول الآن، بريطانيا بتفكر في الموضوع، كثير من الدول عم بتحاول إنها توقف من الموضوع. طبعا موضوع الإغلاق عليه كثير من الأسئلة، هل هو حرية التحرك والانتقال أم هي الصحة العامة؟ كل هذا الموضوع تكلمنا عنه سابقا في أمور مهمة جدا. الآن طبعا الموجة اللي حاصلة الآن في أوروبا هي ستنتقل إلى نورث أمريكا خلال 2 أسبوع، هذا عادة ما يحدث، ما رأيناه سابقا. الآن في موجة قد نسميها الرابعة، تعتبر من الموجات الشرسة على أوروبا. معظم الدول الأوروبية الآن تعاني من تفشي هذا الفيروس مرة أخرى. من المتوقع أنه دول كثيرة تعيد الإغلاق مرة أخرى زي ما حكينا، من سواء النمسا وهولندا وكثير من الدول بشكل عام. طبعا السؤال اللي بعده، أو السؤال اللي الاختبار، أيوه، هل الاختبار، أو سؤال 11، هل اختبار ال
بي سي ار اللي بنعمله دائما يمكن الكشف عنه عن طريق الأوميكرون. الاختبار بشكل عام يظهر وجود الفيروس او عدمه، اوكي، لكن البي سي ار يبين بوزيتيف اور نيجاتيف، وجوده او غير وجوده، لكن التحليل الجيني للفيروس هو الذي يظهر انه هذا الفيروس اوميكرون او لا. يعني هم بس ياخذوا الخزعه او مش الخزعه، المسحه، ويدرسوها بشكل عام، بيحطوها وبدرسوا التسلسل الجيني، وبيظهر هذا التسلسل الجيني هل هو اوميكرون ام دلتا ام الفا ام غير. بالنسبه للاعراض، هل الاعراض، هذا السؤال الثاني عشر، اي ثينك، ما هي اعراض اوميكرون مقابل دلتا؟ الاعراض بشكل عام مشابهه، لكن لحسن الحظ انه الاعراض في اوميكرون خفيفه جدا واخف منها من دلتا، اي ان الاشخاص اللي يصيبوا في اوميكرون كانوا اقل عرضه للدخول للمستشفيات واقل عرضه للوفاه. ما هو السبب؟ هنا يوجد نظريتين، نظريات مش اكيد. النظريه الاولى بتقول انه في ناس كتير اصبحت عندها مناعه سواء من اللقاح او من المرض السابق، والنظرية الثانية أنه الفيروس نفسه عنده ضعف في قدرة انتشاره في الجسم، مع أنه ممكن ينتشر أكثر من شخص لآخر، زي ما حكينا الواحد بيعدي أربعة حسب المعلومات لهذا الوقت. طبعاً فقدان الشم والسعال، الوجع، الصداع، كلها من الأعراض الموجودة. السؤال الذي يعني يسأل عنه الكثيرون الآن، هل اللقاح سيؤثر على الفيروس هذا، أو ممكن يستجيب للمتحور إوميكرون؟ إلى الآن معظم شركات الأدوية التي اكتشفت اللقاحات قالت إنه نعم، التطعيم سيساعد على مقاومة هذا الفيروس. الأمر طبعا عائد إلى كمية الأجسام المضادة، حتكلم عن هذا السؤال في آخر الحلقة، لكن كمية الأجسام المضادة الموجودة في الجسم هي التي تحدد ذلك. طبعا من المرجح، حكى أنه معظم شركة، مؤسس شركة بيونتك قال من المرجح أنه هذا، من المرجح، برجع بحكي، شايفين، من المتوقع، من المرجح انه يتمتع الناس بحصانة ضد هذا المرض اذا كانت لقاحهم قبل ما لا يقل او ما لا يزيد عن 6 أشهر، يعني within the last 6 months اخذوا جرعتين او الجرعة الثانية كانت، فمتوقع انه يكون وضعهم ما في اي مشكل. السؤال الذي يليه هو السياحة والسفر. ماذا عن السياحة وماذا عن السفر؟ موضوع السياحة والسفر موضوع شائك جدا. معظم دول العالم الآن ومنها كندا تقول لمواطنيها الرجاء عدم السفر، أو لم يتم إصدار حظر عام من السفر، ولكن السفر قد يؤدي إلى انتقال هذا المتحور من مكان إلى آخر، وهذه المشكلة التي يقع أو قد تنقل الفيروس من مكان إلى آخر. لذلك معظم دول العالم الآن تطلب من مواطنيها عدم السفر إلا للضرورة القصوى. السؤال الذي يليه هو ما هي الشروط الأخيرة التي فرضتها كندا كحكومة على القادمين الجدد؟ صراحة الشروط ستتغير، وأنا متوقع أنه التغير سيحدث قريبا بشكل آخر. هناك لبك كبير في هذه الشروط. مثال، أصدرت الحكومة الكندية منع للمواطنين من دخول كندا من 10 دول، منها مصر وجنوب أفريقيا، ولكن عادت وغيرت هذا القرار لغير الكنديين. أما الكنديين فيمكنهم العودة إلى كندا. طلبت منهم في البداية أن يروحوا على third country ويقعدوا فيه على الأقل 14 يوم، بعدين غيرت هذا الموضوع إلى 3 أيام، بعدين غيرت الموضوع إلى أن يأتوا مباشرة. طبعاً هناك تكاليف كبيرة باهظة
هذه يتحملها المواطن وليست الحكومة. بعدين كانت الحكومة تشترط فقط قبل صعود الطائرة ب 72 ساعة الحصول على PCR أو الاختبار الكوفيد. الآن بعد دخول المطار يتم اختيار أشخاص عشوائياً لمدة معينة. كل من يأتي إلى كندا كان إذا كان ملقح بالكامل جرعتين لا يحتاج إلى 14 يوم كارنتين. الآن الكل يحتاج إذا تم اختياره. فالموضوع حتى أنه لما قررت الحكومة الكندية أنه الأشخاص القادمين إلى المطارات يجب الحصول على PCR اعترضت هيئة المطار والحدود الكندية لأنه ما عندهم أصلا القدرة على القيام بذلك لجميع المواطنين. فاضطرت الحكومة إنها تتعاقد مع ثيرد بارتي أو شركة خارج الحكومة للقيام بذلك. وهذه الشركة بتأخذ أشخاص عشوائيا، يعني في أرقام بأخذوها مثلا 10% من القادمين أو 15%، الرقم لسه مش محدد. فالموضوع وجود قرارات عشوائية للأسف يؤدي إلى تلبك بين الناس ومشاكل كثيرة. حيصير قرارات مثلا أمريكا قررت أنه أي شخص يدخلها لازم يكون التست تبعه. طبعا امريكا بتطلب تست من كندا اللي هو الرابيد تست مش البي سي ار اللي هو بيطلع خلال 15 دقيقه ل 20 دقيقه، تطلبه يكون في خلال اخر 24 ساعه وليس 72 ساعه. هذه التغيرات بتؤدي الى مشاكل ايضا في موضوع السفر، فلازم تكونوا انتم عارفين. لما بتسال اصلا الحكومه ما هي عارفه، فالان الموضوع كثير معقد. انا نصيحتي ما تسافروا، خاصه الان نحن مشرفين على أعياد وفترة استراحة، فالأفضل أنكم تبقوا في أماكنكم. موضوع الأعياد هذا سؤال مهم جدا، هل ستتغير القوانين؟ الموضوع معقد جدا. بعض المدن مثل مدينة كينغستون خففت العدد من للاجتماعات، خاصة إحنا جايين على أعياد الميلاد وغيرها، خففت العدد للاجتماعات إلى 10 أشخاص مؤخرا، ويتوقع أنه يتخفف كمان العدد إلى أقل. معظم المقاطعات متوقع وليس أكيدا أنها تغير هذا النظام، راجعوا القوانين الموجودة في المقاطعة عشان ما تقعوا في مخالفات، وحتى تحموا أنفسكم وتحموا أبنائكم. عادة في هذه الأعياد الناس بتجتمع بتجلس على وجبة الوليمة العشاء، وخاصة أيام الكريسماس ورأس السنة. أعياد رأس السنة لحد الآن بشوف بعض المقاهي أو الريستورانز في كندا عم بتحكي أنه عندهم حفلة رأس السنة، مطرب فلاني وعشاء فلاني. هل ستبقى هذه المواضيع؟ طبعا الموضوع ما زال قيد الدراسة من كثير، أنا متوقع أنها سيتم إلغاء الكثير منها. الآن السؤال الأكثر أهمية وهو الذي سننهي فيه الحلقة، ماذا عن اللقاحات؟ سمعنا أنه دولة الكيان الآن قررت أنه تلقح اللقاح الرابع. هذا اللي أنا تكلمت عنه سابقاً لمدة طويلة يا جماعة. الأرقام التي وضعتها معظم الشركات اللي هو 90 و96%، وبدينا نفكر هل نأخذ أبو 90 ولا 96. لا، الصيني كان 76، الروسي 80%. هذه كلها الأرقام هي أرقام دراسية، يعني هي ليست أرقام مقارنة بين الإفكتيفنس وعدم الإفكتيفنس أو القدرة على منع المرض وتخفيف من أعراض المرض. للأسف معظم اللقاحات اللي موجودة لحد الآن لا تمنع المرض، بس عشان نكون فاهمين هي تخفف من أعراض المرض. معظمها لها فعالية ممتازة، وهذا ما رأيناه من عدم دخول عدد كبير من المستشفيات. في البداية كانت معظم الحالات 70-60% من الحالات تدخل المستشفى في حالات سيئة جدا. الآن الحمد لله الأرقام قفت إلى أقل من 1%، وبالتالي هذا شيء جيد. ولكن معظم هذه اللقاحات اللي كانت تحكي أنها 90-98% وجدوا أن مع الفترة الزمنية بنقص أو تضعف هاي اللقاحات، خاصة بعد 6 أشهر بصير أقل من 40%. فبالتالي قرروا أن يعطوا بوستر. هذا للقاح أو الجرعة الثالثة، خلينا نحكي هذا اللي عم بتكلم عنه. معظم دول العالم إلا دولة الكيان الآن تتكلم عن البوستر الرابع، ومن المتوقع كما حكينا أنه يكون في أكثر من بوستر.
المشكلة إنه إذا كانت كل 6 أشهر فهذا الموضوع معقد راح يكون. هل حتكون كل سنة ممكن زي الإنفلونزا العادية؟ هذه كانت آخر أخبار أوميكرون. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الأسئلة. برجع بتكلم بحكي شيء مهم جدا، إنه لا يوجد إجابة قطعية لكثير من الأسئلة، عشان هيك معظم العلماء ومعظم السياسيين ما زالوا يقولون كلمة متوقع أو من الممكن. إن شاء الله نراكم في حلقة قادمة، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، ويبعد عنكم المرض والوباء، وتصبحون على ألف خير.